مشاريع أخرى التي ستكون إشاعة لهذه العاصمة. هناك كمغاربة كل مكان ولكل منطقة تكون في هذه الإجازات وإلى أن نتمينها. ونشكر كل إنسان بادر بوضع هذه البرامج. بالنسبة لمرت الدراسات أتمنى مستقبلا أن يضع لنا خريطة للجهة توضح تموقع هذه البرامج حتى نرى كيف هذا التوزيع لهذه البرامج وما إشعاره في نسبة المناطق المجاورة. البرامج التي ذكرها ملف الدراسات تكلم عن المناطق الصناعية في بعض الأقاليم، ولحد الآن لم نعرف أين هذه المناطق التي سيخصها بهذه المناطق الصناعية، وهذا هو يعني الحيف الذي تعيشه الأقاليم الداخلية بالنسبة للأقاليم الشواطئية. هو خصص لما تنشوف أنه في هذه المداخلة ديالو تكلم على يوصل للعالم القروي، وهذه الأغنية ما بغاش تحيي بما فيها الكهرباء والماء والمسالك. هل هذه الأغنية هذا شيء يعني وطني، كل مواطن يحتاج الماء والكهرباء والمسالك. ولكن لما نضع مشروع كتكنوبول أو كلاغروبول، هذا الأغروبول أين موقع ديالو؟ إنه يمكن في منطقة ديال الباصلة، ولاغروبول تعرف بين الفلاحة ديال المنطقة الجهوية ديالنا فيها الفلاحة الصخوية، والفلاحة الصخوية تنقسم على اثنين بما فيها الفلاحة التي مختصة في الوسق والفلاحة ديال السهيلات الداخلية، وعندنا المناطق البورية. فاقترح أن يكون هذا الأغروبول يكون عليه يعني تقريبا 3 مراكز، بما في مركز المناطق البورية والمناطق الصخوية بالصخوية الوسق والسهيلات الداخلية. بالنسبة للمركز الفوتوفولتاي لحد الان ما عرفناش شنو هو الموقع ديالو، ما عرفناش بانه تكون في دائرة الروماني اللي هي اولا مناطق بالنسبة للعلوم عالية، وثانيا فيها اراضي يمكن لا تستوعب هذا المشروع ويمكن لا تعطي واحد الاشعاع في هذه المنطقة. انا ما تنتكلمش عن الانصاف بالنسبة للاقاليم، وانما نريد ان في ما يكون شي مشروع في المناطق ما فيها منطقة الرباط سلاق تمرة يكون هذا الإشعاع تستفيد منه المناطق الداخلية. بالنسبة تكلم على التنمية القروية بما فيها وضع المناطق الصناعية، يقول السيد الرئيس بأن جميع الجماعات، أنا كنت في جماعة وعرفت شنو الموضوع، وهو عندنا في مشاريع برامج التنمية القروية والتصاميم الجديدة في مناطق صناعية، في مناطق صناعية ديال 4 هكتارات 5 هكتارات 10 هكتارات، ولكن عندنا مشكل ديال العقار. جميع الجماعات يعانون من العقار لأن هذه الأراضي ستكون تقريبا أما الخواص أما ديال الأملاك الجزائرية، ولحد الآن جميع الجماعات ما عندهمش هذا يعني هذا التمويل باش يقولوا ياخذوا هذا الأراضي حتى من الأملاك الجزائرية، لنتمكن بوضع مناطق صناعية في هذه الجماعات حتى ولو كانت صغيرة، أو مناطق حرفية اللي تمكن بالتمركز السائلة في المواقع ديالو ورجوع بعد الشبان اللي تيمشيو يدرسو خصهم لازم يردو المناطق ديالهم إلا كانت عندهم جميع الوسائل بما فيهم الطرق السريع أو شبكات القطار أو مناطق صناعية في الموقع. إذا ما نطولش عليكم تقريبا فهمتوا شنو هي المعادلة ديالي، وهو نريد أن هذه المشاريع اللي هي في هذه المناطق
المناطق الشاطئية ترد بالفعل أو إشاعة ديالها بالمناطق الداخلية بما فيها إقليمين وهو إقليم خميسة وإقليم سيدي قاسم. شكرا.